حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تدهور أوضاع السيولة في الأسواق المالية الرئيسية. وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي إنه وفقا لبعض المقاييس فتراجعت سيولة السوق منذ نهاية العام الماضي في أسواق سندات الخزانة الأمريكية الصادرة مؤخرا والعقود الآجلة للأسهم، موضحا أن التدهور الأخير في السيولة لم يكن بنفس شدة الأحداث الماضية، فإن خطر حدوث تدهور كبير مفاجئ يبدو أعلى من المعتاد. كما أن السيولة تعرضت إلى تشدد في أسواق العقود الآجلة للنفط في بعض الأوقات منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.